إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع موقع روسي لربح الروبل بالمجان. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع عبارة عن موقع يدعى موقع جلادياتور أو موقع المقاتلين. خصائص هذا الموقع: يعطيك 50 روبل أو 5000 دينار مجانية قابلة للاستثمار. يوجد أيضا في هذا الموقع يوجد عدة مسابقات، وهذا الموقع لديه خاصية رائعة جدا، هو السحب بدون نقاط وبدون قيود، ولديه بونيس يومي، وبالنسبة للإحالة لديه 10% للسحب. هذا الموقع لديه 563 شخص متسجل. اليوم تسجل 40 جدد. لقد قام بدفع 359.23 روبل، ولديه 9 أيام هذا الموقع. طريقة التسجيل سهلة جدا، اضغط هنا ريجسترمو أو تسجل بالعربية. هنا تضع اسم المستخدم، هنا الإيميل، كلمة السر، تعيد كلمة السر وعنوان محفظة البيانات. سأتسجل وأعود. ما هو حسابي؟ هي 50 روبل أو 5000 دينار. تقوم بشراء بها أحد المقاتلين أو أحد الأشخاص هنا. تأتي إلى هنا، وليس إلى هنا. للشراء ب5000 دينار تضغط هنا، تظهر لك هذه الواجهة، تختار الشخص الذي قيمته 5000 دينار. هذا هو الشخص، 5000 دينار، هذا التاجر. وإذا قمت بالإيداع في هذا الموقع، مثلا إذا أودعت 100 روبل، تقوم بشراء هذا الرجل. وإذا أودعت 1000 روبل، تقوم بشراء هذا الرجل. أنا سأقوم بشراء هذا الرجل بالقيمة المجانية هكذا. انظروا، لقد تم الشراء بنجاح. هي سأقوم بتحديث صفحة هكذا. انظروا، إذا لدي هذا التاجر. هنا لتصفح المواقع لزيادة الأرباح، هي المواقع تقوم بتصفحها وتأخذ الروبل للسحب مباشرة. هذا بونيس يومي هكذا، تضغط هكذا، لقد تم أخذ البونيس للشراء. ولو نقوم ب هو هذا البونيس للشراء. لجمع الأرباح تضغط L2، تقوم هنا بالجمع، هنا البيع، هنا الإحالة، رابط الإحالة، هنا للإيداع، وهنا للسحب. تضع القيمة هنا ثم تضغط على الصوت أو الخروج، وتظهر القيمة المدفوعة هنا. إخوتي، سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو.
ستكتشفونه لوحدكم. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.